مش قلت في اللي برا بدي شبيه حانا يا راجل بدي شبيه هاي بطن ولا جميع أنواع الشكلات التركية العشرة شيكي الكبرى والغير العشرة شيكي. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعين حمادة ماركت. اليوم بنطلع عليكم في فقوة العيد وآخر أيام رمضان المبارك. هناخد جولة بسيطة في داخل حمادة ماركت نتعرف على الأسعار وعلى التنزيلات اللي صارت. جميل بـ20 بدل 25. طبعا يا جماعة عرض حصري الآن، كيل الجميل الأصلي بـ20 شيكل. الماكنتوش بكم يا عبد؟ 25. الماكنتوش بدل 28 25 شيكل. بدل 30. بدل 30. طبعا يا جماعة الماكنتوش 25 شيكل. ايش يا عبد؟ 25 ب 21. الشوكولاتة الإيطالية ب 21 بدل 25 ونزلت ل 22 الآن ب 21 شيكل. الشوكولاتة الإيطالية السليبريشن يا جماعة كل الأنواع موجودة. ما كم السليبريشن؟ 25 شيكل. الفستق يا جماعة ب 9 شيكل. تعال عدلي على الفستق خليه بتسعة شيكل بدل 10. عدلي الورقة هذا لقيت صارت 9 شيكل. كيل الفستق يا جماعة بتسعة شيكل. كيل الفستق 9 شيكل. عندنا شوكولاتة حلا الشام ب 32 شيكل يا جماعة بدل 34 شيكل. حلا الشام بأصنافها متنوعة. شوكولاتة الشفرة 37 شيكل. هاي ب 28 شيكل بوترز. عندنا الليكسز ب 17 شيكل. طبعا جميع انواع الشوكولاته التركيه على 10 شيكل. 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 كيلو الحبوب 5 شيكل. كيلو الحبوب 5 شيكل. كيلو الحبوب 28 شيكل. خلينا نشوف الحلقوم. تعال هنا نشوف يا عبد. حلقوم هاد حلقوم نابلس شقو 17 شيكل يا جماعة. حلقوم شقو بأصنافه متنوعة 17 شيكل. السادة بخمسة. حلقوم السادة بخمسة شيكل. طيب وين التفاعل يا جماعة؟ وين التفاعل؟ هذا اللي بمكسرات. حلقوم مكسرات 10 شيكل.
بدل 15 على عرض 10 شيكل. كرتونة البيض بكم؟ 7.5 كبير، هذه المحرقة. هذه كرتونة البيض الفريق للناس، هذه كرتونة البيض. سبعة شيكل ونص. هذه كرتونة البيض. بدي أشوف خالتي. أم 28 23 شيكل. ماكنتوش البلاستيك 23 شيكل. الوزن 600 جرام. ثلاثة وعشرين شيكل. الماكنتوش بخمسة وعشرين شيكل. خلينا نشوف حلقوم اللي معنا، أكثر من 10 أصناف حلقوم متوفرة معنا. خلينا نشوف البيض 7.5 شيكل يا جماعة، خليكم معنا. بكم البيض يا بودية؟ 7.5. قديش وزنه؟ 2 كيلو. طبعا يا جماعة البيض زي ما انتم شايفين سبعة شيكل ونص، 2 كيلو، حجم كبير مش حجم صغير. سبعة ونص كرتونة البيض، والبيض متوفر بأحجام كبيرة والكميات كتير، يعني ما حدش يقلق. خلينا نرجع للشوكولاتة ونعيش أجواء وقفة العيد في حمادة ماركت. Come on.
جميع انواع الشوكولاته التركيه على 10 شواطئ، جميع انواع الشوكولاته التركيه على 10 شواطئ، جميع انواع الشوكولاته التركيه على 10 شواطئ. قولوا انه من 25 شيكل تطبخ ما بين 25 شيكل بين المطبخين، قولوا انه 25 شيكل تطبخ ما بين 25 شيكل بين المطبخين، 25 شيكل بين المطبخين. جميع انواع الشوكولاته التركيه على 10 شواطئ، جميع انواع الشوكولاته التركيه على 10 شواطئ. شكل بريد مع 10 شواطئ، بطاطس مع 10 شواطئ. خليه يجيب ماكنتوش، قول له هات ماكنتوش. طلع ماكنتوش، طلع ماكنتوش من جوا، طلع ماكنتوش من جوا. ادعم يابا. جميع انواع الشوكولاته التركيه. رقم الجميل، الجميل ب 20 يا حبيبي، روح ب 20 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 ما كان بدك؟ في مرة حتى المرة اللي شرب 10 هذا بخمسة، صحيح 10 شواطئ، 5 شيكل. يا أسامة أحمد، 27 شيكل، 27 شيكل، كيلو جميل على 20 شيكل، كيلو جميل على 20 شيكل، كيلو حلو جميل على 20 شيكل. فاكر إنه حلقوه منيح مشكل حلقون. ما كنتوش مكاب، ما كنتوش ب 25، 25 نعم، هذا 25 والجميل ب 20، هذا ب 20 هذا جميل، هذا جميل الاصلي يا حبيبي، هذا الاصلي جميل. بس ب 20 شيكل، بس على 20 شيكل، انت صاروا صاروا امانه بس ثلاث عاد، بس ب 20 شيكل، حركه حركه هذا 21 هذا كان 30 شيكل، حقيقة 20 25 هذا هذا الأصلي. رقم 10 اللي طالب 10، جميع انواع الشوكولاته التركيه على 10 شواطئ، جميع انواع الشوكولاته التركيه على 10 شواطئ، 10 لوز كاشو 10 الحلبان بالمكسرات، المكسرات ب 10 شيكل، الحلبان بالمكسرات، الحلبان بالمكسرات ب 10 شيكل، كيلو الحلبان بالمكسرات على 10 شيكل، فستق كيلو الفسدوز على 9 شواطئ، هذا خمسة، 25 شيكل، هذا ب 10، كيلو الفسدوز ب 25 شيكل، هذا
بعشرة؟ هذا بعشرة. حلقون بالمكسرة تبع عشرة. نعم؟ هاي الجميل لصدي يما. هياته. ما كنتش بكم يا معلم. هذا الجميل. نابليون اه جميل. ما كنتش 25. 25 شيكل. هات يوم هات. حط له كيلو هانا حط له كيلو. ناي بدك. عبي هالنص كيلو فزه خمسة. الكيلو بتسعة. الكيلو بتسعة يا حبيبي الكيلو بتسعة. هذي لك. سلام وانتم بخير. هات اه 25 7 ونص هذه اه غاد لا هذا اكثر من كيلو 7 ونص هذه خلي امل الكيلو هذا عبيد احمد هذا بعشرين الجميل بعشرين شيكل كيلو كيلو بعشرين خمسة وعشرين كيلو هذا الدكتور عبي هنا نص كيلو جميل هذا ما ينفعش يشكل يا اختي الجميل لحاله والماكنتوش لحاله بدك باكيت هيك بنوزن لك اياه خد عبي عبي بنوزن لك اياه نص كيلو هاي بالمكسرات هلا ما بيت
كرتون كرتون 7 ونص كرتون كرتون 7 ونص كرتون كرتون 25 30 شيكل كرتون كرتون 7 ونص يا بيه طبعا احنا بنعيش جميع انواع شغلات العيد على 10 شهور جميع انواع شغلات العيد على 10 شهور كيلو اللي بيلبس على 16 شيكل كيلو اللي بيلبس على 16 شيكل بدل 20 شيكل كيلو اللي بيلبس على 16 شيكل بدل 20 شيكل كيلو الحلقوم على 5 شيكل كيلو الحلقوم على 5 شيكل كيلو الماكنتوش على 25 شيكل فقط لا غير الماكنتوش ب 25 شيكل هذا 20 كيلو الملبس على 16 شيكل بدل 20 شيكل كيلو الجميد ب 20 شيكل كيلو الجميد ب 20 شيكل فقط لا غير الجميد ب 20 شيكل كيلو هذا ب 10 كيلو حلقوم في المكسرات ب 10 شيكل في مشكل عندك لوز وكاجو وبندق حلقوم بالمكسرات على 10 شواكل لا يا رجال بس 25 يا بلاش يا رجال بس 27 كيلو الحلقوم كيلو الحلقوم على 5 شيكل كيلو الحلقوم على 5 شيكل طلع المكنتوش طلع المكنتوش عبد الله طلع المكنتوش من جوا وعبد الله طلع المكنتوش من جوا طلع كمية غالية برا رقم المكنتوش على 25 شيكل المكنتوش بدل 30 شيكل على 25 شيكل المكنتوش بدل 30 شيكل يا بتلحق يا ما بتلحق على 25 شيكل يا مكنتوش هذا 25 سيلبريشن سيلبريشن خطو سيلبريشن 25 كيلو سيلبريشن ب 25 شيكل كيلو سيلبريشن ب 25 شيكل كيلو سيلبريشن على 25 شيكل كيلو سيلبريشن على 25 شيكل وكيلو الدعم على 13 شيكل كيلو الدعم على 13 شيكل هاي الكارة البيض على 7 ونص كرتونة البيض على 7 ونص كرتونة البيض ب 7 ونص جميع انواع شغلات العيد على 10 شواكل جميع انواع شغلات 25 بالفستق على 9 شواكل كيلو الفستق على 9 شواكل كيلو المكنتوش على 25 شيكل بدل 30 شيكل كيلو المكنتوش على 25 شيكل بدل 30 شيكل طلع المكنتوش عبد الله من جوا طلع المكنتوش من جوا كيلو المكنتوش على 25 شيكل كيلو المكنتوش على 25 شيكل كيلو الدعم على 13 شيكل كيلو الدعم على 13 شيكل كيلو الدعم على 13 شيكل والكميه محدوده كيلو الحلقوم ب 5 شيكل كيلو الحلقوم على 5 شيكل كيلو الحلقوم بالمكسرات على 10 شيكل كيلو الحلقوم بالمكسرات على 10 شيكل كيلو على 13 شيكل كيلو الفسيخ على 13 شيكل كيلو الفسيخ على
نحن موجودين اليوم بأجواء عيد الفطر. ما كان بدك؟ هذا كيلو بعشرة. حط لي كيلو هنا. طلع بعشرة صار. بعشرة هذا بعشرة. مستعد. عشرة. عشرة كيلو. هات خمسة فضة. ايش بالكهرباء هاد؟ هاي الراجل. طبعا حلويات تركية بعشر شيكل. جميع انواع الشغلات التركيه على 10 شواف. جميع انواع الشغلات التركيه على 10 شواف. كيلو البزبند على 9 شيكل. كيلو البزبند على 9 شيكل. كيلو المقنطوش على 25 شيكل فقط لا غير. المقنطوش على 25 شيكل. كيلو المقنطوش على 25 شيكل. كيلو الفسيخ على 12 ونص. كيلو الفسيخ على 12 ونص. كميه محدوده. جميع انواع الشغلات التركيه على 10 شواطئ. جميع انواع الشغلات التركيه على 10 شواطئ. الحد حالك على 10 شواطئ. على 10 شواطئ فقط لا غير. الحد حالك. الحد حالك. اطلع المكنتوش من جوا. اطلع المكنتوش من جوا. حد كيلو المكنتوش ب 25 شيكل. كيلو المكنتوش ب 25 شيكل. خلص كده شوي. طبعا احنا بنعيش اجواء عيد الفطر. وقفة العيد في حمادة ماركت. طبعا اسعار جنونية على الشوكولاتة والمكسرات والفستق والحلقوم. طبعا اسعار خرافية مدمرة للسوق. عملنا صحح للاسعار يا جماعة. يا بتلحق يا بتلحقش. كيلو الفستق ب 9 شيكل، حلقوم بالمكسرات ب 10 شيكل، المكنتوش ب 25، الجميل ب 20، الشوكولاتة التركية المشكلة ب 10 شيكل، السليبريشن ب 25. فوت! فرجل لي اياك كله، هذا المرة. 25. هذا 20. هذا 20. هاي يابا 20. والمكنتوش 25. كيلو قلت لك 25. كيلو هات يا معلم. يا بلاش بس ب 20. هيا 20. ثلاث علب موزة بخمس شكل. هذا ب 10 شكل يا عم. 10 شكل غلطة تركية مشكلة. اديني يا ابو فريد. هات لي فريد يا فريد. امسك لي الماي يا بلاش. كيلو الجميل بس ب 20. بس ب 20 كيلو الجميل. بس ب 20 يا بلاش. انكسار وصار حماد كسر الاسعار.
25 كيلو ماكنتوش. وزن فزدك وزن ايمن وزن قد ما تقدر. فلوس 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 شوف عبد 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 طبعا يا جماعة الكيلو الفستق بتسعة شيكل زي ما انتم شايفين. عبد راكب كيس كتير كم كيلو؟ خذوا منه هذا 9 شيكل كيلو. ما كم بدك؟ كم كيلو؟ 5 كيلو. من حقه؟ 9 في 5 45. كيلو زي هذا زي هذا؟ هذا 12 شيكل كان. 12 شيكل 9 شيكل حق. كان جميل بس ب 20، كان جميل بس ب 20، كان ب 13 بس ب 25. Thank you.
كيف عجبها الشوكولاتة؟ شوكولاتة العيد. بكم هذه يا ناس؟ بلاش شوكولاتة تركية بس بعشر شواكل. امسح كح. شوكولاتة تركية بس بعجل شواكل يا بلال بس بعجل شواكل شوكولاتة تركية خلنا مكنتوش خلنا مكنتوش خلنا خلنا مكنتوش عبد حمام المقصرات بس بعجل شواكل حجب المقصرات بس بعجل شواكل ملبس بس بعجل شواكل يا بلال يا بلاش شوكولاتة تركية بس بعشر شواكل بس بعشر شواكل يا بلاش بس بعشر شواكل شوكولاتة تركية انكسار وصار حمادة كسر الأفعال بس بعشر شواكل كاملة شوكولاتة تركية حيدوب في المكسرات بس بعشر شواكل 15 شيكل بس بعشر شواكل بدل 15 شيكل ملبس لون فوز بدرون بس تسع شواكل يا بلاش بس تسع شواكل شوكولاتة تركية بس بعشر شواكل تركية بس بعشر شواكل تكون في المكسرات بس بعشر شواكل بدل 15 شيكل يا بلاش اختار وسار وحمادة كسر الاسعار بس شوكولاتة تركية بس بعشر شواكل يا بلاش بس بعشر بس بعشر شواكل يا بلاش بس بعشر شواكل بس بعشر شواكل شوكولاتة تركية حلقوم بالعيد بس الخمس شواكل يا بلاش حلقوم بالمكسرات بس العشر شواكل بدل 20 شيكل يا بلاش يا بلاش جرب جاي انتصار وصار حلقوم بالخمس شواكل كان الجميل بس ب 20 شيكل كان الجميل بس ب 20 هات واحد كيلو هنا من نزلوا كيلو
احمد دايما ما طلع في الظروف كله هذا 25 هذا 30 أناس أناس خليه يطلع الماكنتوش للعلب طبعا الماكنتوش للعلب يا جماعة عليها عرض ثلاثة وعشرين شيكل هاي الماكنتوش هاي الكراتين اطلع اطلع الكراتين اطلع اطلع الماكنتوش طبعا هذا كله هذا الماكنتوش هذي حرق اسعار يا جماعة لا ورا زمل هات الهاتف يلا حموده يلا يلا حموده حموده ارمي مع حموده حموده ارمي 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 هذا الكيلو بعشرة المكسرات طبعا هيك احنا عشنا يوم كامل تفاصيله مع حمادة ماركت بالاسعار اللي حطها واللي نافس السوق فيها اسعار حصرية بتمنى تزورونا وتتابعونا على الصفحة لانه راح يكون في حرق اسعار بعد هيك تابعونا